secret. شعور غريب دايما حاسس بخنقة مالك ماليش مالك ماليش سؤال واجبته ثابتة ياما مستخبي بعد ماليش كلام كتير اخاف اقوله حتى لو قال سرك كبير الحكاية مش في السر موضوعي للي يقدر مش مريض نفسي بفكر بعمق اكتر عايش لوحدي وطول الوقت كأني محبوس بتقدر حاسس بوحدة بين البشر رغم وجودهم حاسس بغربة وسطهم مع ان جوا بلدهم شعور غريب دايما حاسس بخنقة مالك ماليش مالك ماليش سؤال واجبته ثابتة ياما مستخبي بعد ماليش كلام كتير اخاف اقوله حتى لو قال سرك كبير الحكاية مش في السر موضوعي للي يقدر مش مريض نفسي بفكر بعمق اكتر عايش لوحدي طول الوقت كأني محبوس بتقدر حاسس بوحدة بين البشر مع رغم وجودهم حاسس بغربة وسطهم مع ان جوا بلدهم موضوع بسيط سهل واجابته في جملة لكن مش محدد موقفي ما هي الهموم بالجملة حاولت اخرج من الاكتئاب دخلني في نفس الباب حطيني في اوضة العزل عمل بينا حجاب كسرت كل الحواجز وخلاص رايح للفرحة يتبقى اخر باب ويقول لي ارجع لسه الدنيا هتصفى لسه الناس هتهدى مستني العالم المثالي وانت مش مثالي عامل زي الحاجب كل مرة تقول التالي موضوع بسيط سهل واجابته في جملة لكن مش محدد موقفي ما هي الهموم بالجملة حاولت اخرج من الاكتئاب دخلني في نفس الباب حطيني في اوضة العزل عمل بينا حجاب كسرت كل الحواجز وخلاص رايح للفرحة يتبقى اخر باب ويقول لي ارجع لسه الدنيا هتصفى لسه الناس هتهدى مستني العالم المثالي وانت مش مثالي عامل زي الحاجب كل مرة تقول التالي لا القواضة هتخلص ولا يوم هترجع تاني شعور غريب دايما حاسس بخنقة مالك ماليش مالك ماليش سؤال واجابته ثابتة مش عارف ليه الاكتئاب داخل علينا دخلة انا وجيل ودفعتي كلنا في نفس الوهلة بنتألم زي اللي اخده قرصة من نحلة واحدة يمكن الحل اننا نخرج بالساعات نضيع وقت يمكن شغلانة الكل فاضي تكسر جو الكبت يمكن لو قرب من اهله هم هيفهموه يصاحب امه واخته يصاحب ابوه واخوه شعور غريب دايما حاسس بخنقة مالك ماليش مالك ماليش سؤال واجابته ثابتة ياما مستخبي بعد ماليش كلام كتير خاف اقوله حتى لو قال سرك كبير الحكاية مش في السر موضوعي للي يقدر مش مريض نفسي بفكر بعمق اكتر